المنتخب السعودي على وشك إجراء تبديله الثاني، والكرة ملعوبة عرضية. أوه، هدف آخر. المنتخب الإيطالي يتقدم بهدف جديد في هذه الأثناء. كنا قد حذرنا من الكرات الرأسية، من الكرات العرضية، هي مشكلة أزلية تبقى بالنسبة للمنتخب السعودي، وتغيرت الأجيال على مستوى الدفاع في المنتخب السعودي، لكن تبقى هذه المشكلة على مستوى التكتيك والتكنيك للمنتخب السعودي، هذه مصيبة عظمى. الكرات العرضية نشهد الآن كرة يتمكن منها المنتخب الإيطالي، يضيف من خلالها هدفها الثاني في هذه المباراة، يتقدم بالهدف الثاني في المباراة عن طريق بيلوتي، اللاعب الذي جاء بديلا في شوط المباراة الثاني. بيلوتي هو من أحرز الهدف الرأسي من بيلوتي، والتصدي من العويز.